أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. وفد الجمهورية العربية السورية يتوجه إلى نور سلطان للمشاركة في الجولة 16 من محادثات أستانا التي تنطلق غدا الأربعاء. قطعوا علينا المي، بدنا علاب والله يا أخي، مو حالة. مع استمرار أزمة مياه الشرب في الحسكة، خطة حكومية إسعافية لتعبئة الخزانات المنزلية عبر الصهاريج. لم يعد مقبولا هذا الدوران في الحلقة المفرغة حكوميا. ودياب يحذر من انهيار لبنان القريب، ويؤكد أن أحدا في المنطقة لن يكون قادرا على عزل نفسه عن الكارثة. أهلا بكم من جديد. أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مهنئا بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وتمنى الرئيس الأسد للرئيس المنتخب التوفيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها في جميع المجالات. وتم خلال الاتصال التأكيد على حرص الجانبين وعزمهما مواصلة العمل من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة، واستمرار التشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. يتوجه وفد الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان للمشاركة في الجولة 16 من محادثات مسار أستانا التي تنطلق الأربعاء. وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أكد أن أجندة الوفد ستتركز على الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية برفض أي تدخل بالشأن السوري وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم. من جهتها أعلنت الخارجية الكازاخية في بيان أن هذه الجولة ستناقش الوضع في سوريا وملف المساعدات الإنسانية الأممية واستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى والمعتقلين. طلب النظام التركي من متزعمي ميليشياته في شمال سوريا تحضير 2000 إرهابي لإرسالهم إلى أفغانستان على غرار الآلاف الذين أرسلهم سابقا إلى ليبيا وأذربيجان. وكشفت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر محلية مطلعة أن اجتماعا جرى قبل أيام في منطقة حوار كيلس بتركيا بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية ومتزعمي الميليشيات للتحضير لإرسال مسلحين سوريين للقتال في أفغانستان. وحسب المصادر حضر الاجتماع متزعمو ميليشيات فرقة الحمزات ولواء سمرقند ولواء صقور الشام وفرقة السلطان مراد ولواء سليمان شاه وفيلق المجد، مشيرة إلى أنهم طالبوا بمبلغ 3000 دولار كراتب شهري لكل مرتزقة. رغم الإمكانات البسيطة وضمن خطة أولية تهدف لإيصال المياه للأهالي، تعمل الجهات الحكومية على تعبئة خزانات مياه منازل مواطني الحسكة لمواجهة أزمة مياه الشرب التي دخلت شهرها الثاني. تتكثف الجهود الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات والهيئات الخيرية لمواجهة أزمة مياه الشرب المستمرة منذ أكثر من شهر، مع توقف محطة مياه علوك عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي. وبدأت الجهات الحكومية تعبئة الخزانات المنزلية ضمن خطة أولية تهدف لإيصال المياه للأهالي رغم محدودية الإمكانات. احنا نوعد ضمن إمكانياتنا كمعنيين، ولو أنه لا نستطيع أن نخدم الكل، ممكن الإمكانيات المتوفرة غير قادرة على إيصال المياه إلى كل الناس، لكن كل ما توفر لدينا عدد كبير من الصهاريج بإذن الله سبحانه وتعالى سنقوم بحملة تسيير إلى المنازل ونستهدف خزانات الموجودة على الأسطح، على أمل أن تعود إن شاء الله محطة علوك كما كانت سابقا، ويتم تحييد هذه المحطة من خلال العمل على أعلى المستويات في الدولة السورية. العمل مقسم على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو عبارة عن تعبئة الخزانات المنتشرة بالشوارع الموزعة من قبل المنظمات الدولية، الصليب الأحمر بمشاركة الهلال الأحمر واليونيسف ومنظمة مكافحة الجوع الإسبانية تاي سيف. المحور الثاني هو عبارة عن تعبئة الخزانات الموجودة على الأسطح، والمحور الثالث هو عبارة عن توزيع صهاريج من أجل تعبئة البيدونات والأواني المنزلية.
هلا نحن جميع المياه الموزعه بالصهاريج هي مياه صالحه للشرب ومعقمه ومعبئه بمحطه نفاش. تدخلنا لتعبئه المنازل كمساعده لاهالي الحسكه، وعم نعبئ يوميا ثلاث صهاريج، عم تعبئ مياه صالحه للاستخدام المنزلي صالحه للشرب ومعقمه. عم نعبي خزان 1000 لتر لكل عائله بشكل يومي. ويطالب الأهالي بزيادة عدد الصهاريج المخصصة لمياه الشرب وتعبئة الخزانات المنزلية، مع أهمية مواصلة الجهود لتشغيل محطة علوك مجددا. الله ينطيهم العافية، يجوا عبونا مي 5 براميل لكل منزل، ونتمنى أن يزيدوا عدد الصهاريج بهالموضوع هذا، ولازم يلقون حل موضوع عبارة علوك لهالموضوع هذا، يعني حاجة يعني نتمنى يكون عدد الخزانات أوفر أكثر من هيك، لأنه معاناة الحسكة على المي يعني كثيره. والله يكون بعون العالم، الله يكون بعون الشعب، وهذا الموضوع يعني لازم بدنا حل، بدنا الحل لهالموضوع المي. وبتقول يعني ايش بده اردوغان من هالشعب، يعني ايش بده من هالشعب عم يقطع المي على الشعب. حسبي الله ونعم الوكيل، قطعوا علينا المي، بدنا علوك، والله يا اخي مو حاله. اليوم عبونا الخزانات كلها، وان شاء الله تتحسن وترجع لنا مي تعلوك، والله يخلي هالبلد والوطن. تعمل الجهات الحكومية على تحدي الظروف لتأمين مياه الشرب عبر الخزانات والصهاريج، مع محاولة تعبئة خزانات الأهالي وسط المدينة، مع استمرار الضغط لإعادة تشغيل محطة علوك وعودة تدفق المياه من آبارها من جديد. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. استجابة لشكاوى المواطنين في حي الجورة بدير الزور، يشارف مجلس مدينة دير الزور على الانتهاء من استبدال شبكة الصرف الصحي في أحد الشوارع الفرعية ضمن الحي. بعد أن شهد أحد الشوارع الفرعية في حي الجورة في محافظة دير الزور حالات اختناق وانسداد في أحد خطوط الصرف الصحي أدى لمشاكل عديدة في الحي، استجاب مجلس مدينة دير الزور لشكاوى الأهالي الذين عانوا من هذه المشكلة وحالات التلوث وعودة مياه التصريف إلى منازلهم. قام مجلس المدينة بدراسة وسبر لشبكة الصرف الصحي، فتبين بأن هناك بعض الإشكالات، فقام بالتعاون مع منظمة الميدير بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لتخديم أهالي حي الجورة. هذا المشروع طوله 850 متر، نمدده بقصاف البول إتلين قطر 400 مليمتر، عدة مسارات موازية لهذا المسار. المشروع عبارة عن 23 غرفة تفتيش. شكاوى الأهالي في حي الجورة لاقت استجابة من الورشات الفنية في مجلس المدينة التي أنهت قسما كبيرا من عمليات استبدال شبكة الصرف الصحي للخط الفرعي وإتمام وضع العلب الأرضية. بالنسبة للعمل الورشات ما شاء الله العمل قائم على أحسن وجه ومستمر ما شاء الله. الورشات قاعد تشتغل ومن أحلى ما يكون، يعني الشباب كلها ما قصروا راسنا استجابوا. مشاكل الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى حالات التلوث والأوبئة تعمل الجهات المعنية بدير الزور على استهدافها بصورة رئيسية في جميع الأحياء، تحديدا ضمن الرؤية الموضوعة لتهيئة البنى التحتية والانتقال بعد ذلك لعمليات إعادة الإعمار في الهياكل الخارجية في المدينة. أصيبت سيدة فلسطينية بجروح بعد تعرضها لعملية دهس نفذها مستوطن إسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال قبر يوسف في نابلس ومسجدا في بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدات عناتا وأبو ديس وحزمة في القدس وبيت لحم. من جهة أخرى، واصل الفلسطينيون فعاليات الإرباك الليلي المناهضة للاستيطان في منطقة بيتا جنوب نابلس.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن صمود محور المقاومة أفشل الفتنة في المنطقة التي كانت تهدف إلى نسيان قضية فلسطين. وقال نصر الله في كلمة خلال افتتاح مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة إن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب مواجهة الهيمنة الأمريكية على المنطقة، مشيرا إلى ضرورة تطوير المواجهة الإعلامية كما في المواجهة العسكرية. نقاط ضعف العدو ونقاط قوة العدو، نحن نعرف نقاط قوة العدو ونعترف بها ونعمل على مواجهتها وعلى استيعابها وعلى تجاوزها وعلى إضعافها، ونعرف أيضا نقاط ضعف العدو لننفذ منها لنصنع الانتصارات. أهم ما في هذه المرحلة وفي الحرب النفسية في هذه المرحلة أنها كانت تستند إلى وقائع وليست إلى أوهام ولا إلى خيالات ولا إلى اختراعات ولا إلى أحلام ولا إلى أكاذيب. من أهم عناصر القوة في خطاب المقاومة وإعلام محور المقاومة هو الصدق، الصدق والذي أدى إلى المصداقية. مصداقية ما بتجي ببلاش، مصداقية ما بتنصنع بالفلوس ولا بكثرة وسائل الإعلام ولا بتعاظم خبرات وسائل الإعلام. المصداقية الحقيقية يصنعها الصدق. حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب من أن بلاده باتت على شفير الكارثة، قائلا إن الخطر الذي يهدد اللبنانيين لا يقتصر عليهم ولن يستطيع أحد عزل نفسه، وإن صدى الكارثة سينعكس على المنطقة عموما. لا تستطيع هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى أن تنقذ البلد من المأزق من دون مساعدة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية. لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها. لذلك نحن نصر على أن الأولوية المطلقة هي لتشكيل حكومة. لم يعد مقبولاً هذا الدوران في الحلقة المفرغة حكومياً على مدى 11 شهراً. نقطة الانطلاق نحو طريق الإنقاذ هي تشكيل الحكومة، وبعد ذلك هناك طريق واحد نحو هذا الهدف، وهو طريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع تأمين مساعدة عاجلة للبنان كي يستطيع تخفيف آلام المرحلة الصعبة والخطيرة التي يمر بها. استهدف هجوما بثلاث طائرات مسيرة السفارة الأمريكية في العراق، ووفقا للمعلومات الأولية لا توجد أي خسائر بشرية أو مادية، حيث أسقطت القوات الأمريكية واحدة منها بصاروخ وعطلت اثنتين. قضية شائكة يكتنفها الغموض وعليها يتجدد التصعيد ويستعصي الحل على العراق. استهداف جديد للسفارة الأمريكية في بغداد بطائرات مسيرة مفخخة أسقطتها القوات الأمريكية أثناء تحليقها، وهذا بعد ساعات فقط من هجوم صاروخي استهدف قاعدة غرب العراق تضم جنودا أمريكيين. على الرغم من أن الهجوم انقضى دون خسائر بشرية أو مادية، إلا أن تكتيك الطائرات المسيرة يسبب صداعاً للتحالف نظراً لقدرتها على تجاوز الدفاعات الجوية، وبالتالي يحاول استغلال المسألة التي قد تكون مفتعلة لتبرير هجماته وغاراته على المناطق المدنية، كما فعل وبادر منذ أيام باستهداف نقاط متفرقة في العراق وسوريا، حجة تستخدمها واشنطن للتمويه على هدفها الحقيقي وهو ضرب الرادع الرئيس لتنظيم داعش وتقوية خلايا فلوله باستهداف الفصائل الموالية لإيران على الحدود السورية العراقية بحسب الخارجية الإيرانية.
يجب أن تدرك الولايات المتحدة أن التنمر لا يحقق أهدافها الإقليمية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم وضعها في غرب آسيا، وليس لدى إيران نية للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. والهجمات المتكررة والمعلنة من قبل الولايات المتحدة ضد مواقع القوات العراقية السورية على الحدود بين البلدين تهدف فقط لضرب الرادع الرئيس لتنظيم داعش. منذ عام ونصف تقريبا لم تتوقف معارك الصد والرد بين فصائل المقاومة العراقية وقوات الاحتلال الأمريكي، سواء على الشريط الحدودي الذي يجمع العراق وسوريا أو ضمن حدود المنطقة الخضراء، إلا أن استخدام الطائرات المسيرة المطورة والمفخخة غير قواعد اللعبة وشكل تهديدا أكبر للمصالح الأمريكية بسبب دقتها. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن موقف طهران بشأن الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات ثابت ومبدئي ولن يتغير بتغيير الحكومة أو الرئيس. وأوضح زاد أن المفاوضات النووية في فيينا تسير إلى الأمام، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة بحاجة إلى اتخاذ قرار من الطرف المقابل وبخاصة واشنطن، مشيرا إلى أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإبرام الاتفاق، لكنها لن تسمح بمفاوضات استنزافية طويلة الأمد. وقال زادة إنه في حال تم الاتفاق بين طهران وأطراف الاتفاق النووي فإن حكومة إبراهيم رئيسي ستكون ملتزمة به، فالجمهورية الإسلامية وخلافا لبعض الدول تعد الوفاء بالتعهدات أصلا من أصول سياستها الخارجية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده سترد بشدة وحزم على الخطوات غير الودية التي قد تخطوها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه روسيا. لافروف انتقد خلال تصريحات صحفية تهديدات المسؤولين الأمريكيين بعد لقاء القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف قبل شهر، وحذر في الوقت ذاته من أن محاولة مخاطبة روسيا من موقع القوة محكوم عليها بالفشل. إلى ذلك رأى لافروف أن النتيجة الرئيسة للقاء القمة يمكن اعتبارها خطوة صغيرة إلى الأمام نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. أعلنت حركة طالبان المسلحة أنها تعتزم تقديم خطة سلام مكتوبة إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل على أقصى تقدير، وذلك وسط احتدام القتال على الأرض. وقالت الحركة إنه على الرغم من أن طالبان لديها اليد العليا في ساحة القتال، إلا أنها جادة للغاية بشأن المحادثات والحوار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هدفها من القتال السيطرة على بعض الطرق والأحياء في البلاد، وهي لا تخطط في الوقت الحالي للسيطرة على عواصم المقاطعات. هذا وكان أكثر من 1000 جندي أفغاني فروا إلى طاجكستان بسبب احتدام القتال مع طالبان على الحدود بين البلدين. أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل ريان أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين استقرت عند مستوى عال جدا. وذكر ريان أن منحنى الإصابات شهد نوعا من الاستقرار خلال الأسبوعين لكن عند مستوى عال، وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر، لافتا في الوقت ذاته إلى التباين بحجم الإصابات بين الدول والذي يمكن إرجاعه إلى عوامل منها فعالية الكشف عن متحورات الفيروس وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزم حكومته المضي قدما في خطة تخفيف معظم القيود التي فرضت في البلاد منذ عام ونصف العام بعد تفشي فيروس كورونا، وأشار إلى أن بدء التطبيق سيكون بعد نحو 10 أيام. سنضع حدا للإلزامية القانونية لارتداء الكمامة، سنبتعد عن القيود القانونية ونسمح للناس باتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية إدارة الفيروس. المزيد من المعلومات ستصدر في الأيام المقبلة بشأن المدارس والسفر والحجر المنزلي.
الفضل في إلغاء غالبية القيود يعود إلى نجاح برنامج التطعيم في تقليل عدد الوفيات بالمقارنة مع الإصابات. عدد الإصابات سيرتفع إلى 50,000 في اليوم الواحد لاحقا هذا الشهر، ولكن إن لم نمضي قدما الآن متى سنفعل؟ أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن رئيس الوزراء كازافيه بيتل الذي يعاني الإصابة بكوفيد 19 في حالة خطيرة. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن بيتل يعاني ضيقا في التنفس ويخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ إدخاله إلى المستشفى، وأشار إلى أن حالة بيتل تعد خطيرة لكنها مستقرة حاليا. وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينكا في 6 أيار مايو الماضي، وبدأ حجر صحيا لعشرة أيام منذ نهاية الشهر الماضي قبل أن يتم إدخاله الأحد إلى المستشفى في وضع حرج صحيا. برعاية الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة وبالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس، تم إطلاق مهرجان التراث الشعبي السابع بعنوان أرواد بحر التراث، وذلك في جزيرة أرواد. أرواد بحر التراث مهرجان تراثي احتضنته قلعة جزيرة أرواد، تضمن لوحات شعبية راقصة وافتتاح معرض للفن التشكيلي، وشهد زيارة لوزيرة الثقافة لبانة مشوح التي اطلعت على واقع ورش صناعة السفن والمراكب والتقت شيوخ الكار من أبناء الجزيرة. هذه جزيرة لها تاريخ عريق جدا، جزيرة تختزل الحضارة السورية وتختزل ما قدمه السوريون إلى العالم، جزيرة بأبراجها بقلعتها بسورها بمهارات أهلها. من لا يعرف عليه أن يزور أرواد ليجد أعجوبة من الأعاجيب، سفنا ضخمة، سفن صيد، سفن ركاب تصنعها أياد ماهرة للغاية. مهرجان التراث الشعبي السابع أضاء على أهمية مهنة صناعة السفن اليدوية التي يبرع بها حرفيو أرواد وضرورة تناقلها عبر الأجيال. بدأنا بالمراكب الصيد اللي هي تراث أجدادنا الفينيقيين، اليوم عم يسمعوا لمعاناتهم هذا المهم، عم يشوفوا هو الأبداع اللي عم يشتغلوا كشيوخ كار، عم نحاول نحن انه هذه الحرفه ما تندثر. في كثير اشياء المفروض انه يعني تاخذ اهتمام وحق، مثل ورش صناعه السفن اللي هي لسه عم نحافظ على الجيل الثالث اللي لسه عم يشتغل وعم يعلم هي المهنه للابناء. بالنسبه لصناعه السفن في ارواد هي صناعه متوارثه من جيل ورا جيل، امتازوا اهل ارواد بهالعمل هذا كونه عمل يعتمد على الخبره أكثر مما يعتمد على العلم، ولو أنه عم يستوفي شروط العلم من خلال الخبرة. المهنة هذه توارثتها عن الآباء من حوالي إلى تقريباً بيشتغل فيها بحدود 40 سنة، وهي فينيقية بحت، وهذه المهنة ما بتصير إلا للإنسان اللي بده يتعلمها بالصغر، وما ممن كان اليوم بيقدر يتعلمها لهذه المهنة. شوف صناعة السفن في أرواد. الجزيرة التي تشتهر بمعالمها الأثرية تستقطب الزوار من مختلف المحافظات السورية الذين يقصدون قلعتها وشوارعها المتعرجة وبرجها الأيوبي وشواطئها. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين. وفد الجمهورية العربية السورية يتوجه إلى نور سلطان للمشاركة في الجولة 16 من محادثات أستانا التي تنطلق غدا الأربعاء. قطع علينا المي بدنا علاب، والله يا أخي مو حالة. مع استمرار أزمة مياه الشرب في الحسكة، خطة حكومية إسعافية لتعبئة الخزانات المنزلية عبر الصهاريج. لم يعد مقبولا هذا الدوران في الحلقة المفرغة حكوميا. ودياب يحذر من انهيار لبنان القريب، ويؤكد أن أحدا في المنطقة لن يكون قادرا على عزل نفسه عن الكارثة. إلى اللقاء.